يا صباح الخير والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات خير بلدنا. خير بلدنا هيلقي الضوء النهاردة على قضية اجتماعية مهمة جدا انتشرت ظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة في المجتمع المصري، ظاهرة الطلاق. طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن حالات الطلاق عددها وصل 1998 ألف حالة طلاق طبقا لجهاز الإحصائيات في 2017. الفترة دي في تزايد مستمر. إيه السبب اللي انتشر فيه ظاهرة الطلاق بشكل كبير كده؟ أحكام الطلاق إيه؟ الأحكام الشرعية والفقهية في الطلاق؟ كل ده هنعرفه مع فضيلة الشيخ حسن الجنايني، عالم من علماء الأزهر الشريف، بعد الفاصل. ابقوا معنا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. وزي ما احنا قلنا اتكلمنا قبل الفاصل اننا هنتكلم في الظاهرة اللي بقت منتشرة بشكل كبير، هي ظاهرة الطلاق. احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت ان الطلاق بيحصل بين الازواج اللي فترة زواجهم لم تتجاوز السنة، ودي طبعا مشكلة كبيرة. المشكلة مش هتهدد زوج وزوجة فقط، المشكلة ان في اطفال بيعانوا من الموضوع، وهم اللي هيترتب عليهم عواقب كبيرة قوي. الاطفال دي ممكن تتشرد، ممكن مصيرها الله اعلم بيه. الظاهره دي ما انتشرت بشكل كبير، كان لازم ان خير بلدنا يفتح ملف مهم زي ده. وفي اطار هذا الموضوع هيتحدث الينا فضيله الشيخ حسن الجنايني، عالم من علماء الازهر الشريف. برحب بحضرتك فضيلتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، نورنا النهارده في خير بلدنا. ربنا يخليك ويسعدك يا رب. بدايه كده انا حابه ابدا مع حضرتك، احنا بنتكلم في 198 الف حاله طلاق سنويا وفي تزايد. احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الاسباب اللي ادت لانتشار الطلاق بشكل مبالغ فيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا بالنسبة للأسباب، أسباب كثيرة جدا، يعني أول سبب فيهم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، سواء بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة، وده السبب الرئيسي. طبعا الأسباب الكثيرة بقى اللي بتأتي بعد كده، مفيش ثقافة زوجية يعني بين الزوجين. الواحد بيتزوج وبيحاول ان هو يجهز نفسه ويتعب وبعدين يتزوج، وهو اصلا مش فاهم كيف يعامل زوجته، والزوجه مش عارفه ازاي تعامل زوجها. مسؤوليات الزواج نفسها مش مفهومه، مش مفهوم اصلا ازاي يقدروا يعيشوا حياه سعيده، حياه كريمه. قضيه الزواج بيحصروها في اشياء معينه وبس. انا بتجوز عشان اخلف، بتجوز عشان يبقى ليا ابن على ما اكبر يبقى ما اعرفش ايه سند ليا، بتزوج. كل الحاجات دي حاجات المفروض ما نحطهاش في الحسبان قد ما نعرف ازاي اعامل الزوجه. والا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قال وعاشروهن بالمعروف؟ عاشروهن بالمعروف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبه الوداع وفي اخر ايامه يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فبيبين، لابد انه يبين كيف تكون العلاقة الزوجية بين الزوجين، علاقة صحيحة، علاقة سليمة مبنية على الحب والسعادة والتواصل. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين المودة وأين الرحمة؟ أين السكن عند الزوجة؟ أين هذه الأمور؟ الزواج حصروه في أشياء معينة وتركوا السكن والمودة والرحمة والحب والتلاقي والحوار والحياة السعيدة الجميلة، حصروها في هذه في أشياء معينة. فرق يا مولانا. فأصبح بعد كده ممكن الزوج يضرب الزوجة، ممكن مفيش حوار بين الزوجين، الزوج قاعد طول النهار على التليفون على النت وهي قاعدة الناحية التانية على النت برضو، ومفيش كلام بينهم، مفيش حوار بينهم، مفيش تواصل بينهم. مواقع التواصل الاجتماعي يا مولانا من أهم الحاجات اللي ممكن تكون سبب في انتشار ظاهرة الطلاق. ده أصبح في الأونة الأخيرة موضوع المواقع التواصل الاجتماعي بقت أسباب، يعني سبب من الأسباب الرئيسية دلوقتي. الواحدة عاملة صفحة وبعد كده في عندها أصدقاء، وبعد كده يبدأ الحوار، وبعد كده يبدأ الكلام، وبعد كده يبدأ ممكن من خلال الحوار بينهم انت ازاي متحملة ده، ازاي بعملك كده، وعامل نفسه ملاك، وهو عمال يهدم في البيت وهو مش واخد باله، وهو في بيته اصلا مش بالصورة اللي هو بيتكلم. مستحيل يكون كده ابدا، مستحيل. وهي نفس الشيء، ويبدا بقى الكلام، تبدا الامور تتغير، يبدا في التفكير يتجه اتجاه اخر خالص،
تبدأ موضوع المشاكل، يا تبدأ المشاكل، فإذا بدأت المشاكل خلاص تندرج تدريجيا حتى يصل إلى الطلاق والعياذ بالله. ولذلك موضوع الضرب، موضوع الحوار، موضوع التلاقي بين الزوجين، موضوع الحب، الحب بين الزوجين، الحب بين الزوجين. احنا لو اتكلمنا مولانا على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق فهي أسبابها كتير جدا. احنا حابين اللي احنا نخش في صميم الموضوع نفسه، نعرف الناس الطلاق ولفظ الطلاق ومفهوم الطلاق وندخل في أنواعه مع حضرتك. يعني هو الطلاق بمعنى الفراق، يعني أتى في القرآن الكريم بثلاث صيغ: سرحونا سراحا جميلا، اللي هو السراح أو الفراق أو الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وموضوع الطلاق ده يعني نزلت سورة في القرآن اسمها سورة الطلاق. سورة الطلاق عشان نعرف أن الموضوع ده عظيم، الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده كبير جدا. بعض الناس يقول لك اصل الطلاق مش عارف بيهتز له، لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. الطلاق قد يكون مباح وقد يكون مكروه وقد يكون مندوب وقد يكون حراما. قد يكون الطلاق حرام. ايوه. متى يكون الطلاق حرام يا مولانا؟ يعني امتى هو ابغض الحلال عند الله الطلاق؟ اما انا مباح في بعض الامور اللي ما ينفعش اللي يستمر فيها الحياه الزوجيه، اما انا متى يكون الطلاق محرم؟ الطلاق يكون حراما اذا ظلم الزوجه، بمعنى أنه يطلقها في طهر جامعها فيه أو أثناء الحيض. الطلاق ده محرم. يا ريت الناس تفهم الموضوع ده. بس تعرفي لو الناس فهمت الموضوع ده هيقل موضوع الطلاق، بمعنى أنه جاي عايز خلاص حصلت مشكلة بين الزوجين وهيطلق، اصبر استنى الأول شوف أنت في جمعتها في هذا الطهر، لا اصبر بقى لغاية لما تحيض ثم تطهر. طيب هي عندها الحيض، اصبر، وإلا يكون الطلاق حرام. يعني الطلاق المحرم لا يقع في الوقت ده لو حصل في موضوع يقع، دي موضوع تاني لأنه موضوع لازم يفصل. يعني أنه يقع أو يقع ده اسمه الطلاق البدعي. الطلاق إما سني وإما بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها في الحمل عشان يبقى معروف لما تلد خلاص انقضت عدتها، ده اسمه الطلاق السني. أما الطلاق البدعي إن هو يطلقها في طهر جامعها فيه أو أثناء الدورة أثناء الحيض، ده اسمه الطلاق البدعي. والطلاق البدعي للأسف اللي بيجي يطلق ما بيسألش نفسه أو ما بيفكرش هي يعني حصل بينهم لقاء ولا لا أثناء. هي في ناس أصلا يا مولانا أو أغلب الناس مش عارفة اللي فيه طلاق سني وطلاق بدعي، هم بيقولوا اللفظ وخلاص، هم بيطلقوا وخلاص لأي سبب من الأسباب. ما هي دي المشكلة. المشكلة تخيلي إنه حرام، تخيلوا انه حرام، حرام انك انت تطلقها في طور جامعتها فيه، حرام انك تطلقها وهي عندها الحيض. ما ينفعش، اصبر، احتسب، يعني اصبر، شوف الاول قبل. وبعدين هو لو حاول يراجع نفسه مش هيحصل الطلاق. يعني لو هو قال لها طيب لما تطهري ان شاء الله ربنا يسهل، لما مش عارف رأي كده فيستنى خلاص، ده بعد ساعتين حتى خلاص. لو في مشاكل او كده ممكن يكون الوقت ده هدي فيه والنفوس هديت وما يحصلش طلاق اصلا. يعني يا ريت الزوج والزوجة يعرفوا هذه الأحكام الشرعية عشان حتى تبقى حياتهم سليمة، تبقى حياتهم سليمة. ده للأسف الشديد. والله امبارح لسه سيدة بتسألني، بتقول زوجها كل لما يكلمها في التليفون انت عملتي مثلا غدا؟ لا ما لسه ما عملتوش. طب انت طالق؟ والله العظيم بتقول حوالي 600 مرة. 600 مرة؟ والله بتقول حوالي 600 مرة نفس اللفظ، حوالي 600 مرة. مستنيه ايه؟ طب وكده يكون وضعها بقول إيه؟ كل لما اكلمه لما يجي انت طلقتني في التليفون؟ لا ما تاخديش على الكلام ده. ما اخدش ازاي؟ قول انا بقول من زعلي وخلاص. الله، وانت زعلان على طول ال 24 ساعه؟ ما هو بعد التفسير يا مولانا بيقول اللي هو بالنوايا. انا ممكن اقول انت طالق او احلف بالطلاق بس انا مش في نيتي اللي انا بطلقك. يعني بعد الاسئله كانت جايه لنا، ما كنتش عايز ادخل في الاسئله لا دلوقتي. يبقى استني عندي دي بقى لو سمحتي. تمام اتفضل. حكايه النيه دي في موضوع الكنايه. اما الطلاق الصريح لا تلزمه نيه. الطلاق الصريح اللي يقول لمراته انت طالق، نوى ما نواش، بيهزر، بيقول اي كلام، الطلاق واقع، ده حكم من احكام الله. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما ينفعش الميثاق الغليظ ده ان احنا نتهاون فيه كل شويه انت طالق. لا، ده انا كنت مش نيتي طلاق. ما ينفعش. نيتك طلاق يقع، نيتك مش طلاق يقع. بتهزر يقع. يعني لو واحد بهزر مع زوجته وبقول لها انت طب انت طالق يا حبيبتي، شوفي شوف بهزر اهو، طب انت طالق يا حبيبتي، تقول له وقع على طول. لفظ انت طالق كده وقع الطلاق. اسمه ده اسمه طلاق صريح. طب احنا عايزين ندخل يا مولانا مع حضرتك في انواع الطلاق.
يبقى احنا نقدر نقول ان الطلاق اما صريح واما كنايه. الطلاق اما صريح واما كنايه. والطلاق ده بالنسبه للفظ يعني. بالنسبه للطلاق كحكم الحكم يعني في اقسامه، الطلاق اما رجعي واما بائن بينونه صغرى واما بائن بينونه كبرى. نبدا الاول الرجعي الاول؟ نبدا بالرجعي. الرجعي اللي هو ان يطلق زوجته طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه أو تكون حاملا. في الحالة دي لو طلقها طلقة أولى أو ثانية ده اسمه طلاق رجعي، عنده فترة مدة العدة يقدر يرجعها بدون عقد من أول وجديد، ولا عقد ولا مهر، وبدون رضاها كمان. وبدون رضاها؟ طالما في أشهر العدة بدون رضاها. يعني حتى يعني لو طلقها طلقة أولى أو تانية، خلي بال حضرتك، أولى أو تانية. أولى أو تانية. الأولى أو الثانية، بس بعد الأولى بيدان ثلاث حيضات. في خلال الفترة دي يستطيع إن هو يرجعها. طب هيرجعها إزاي؟ هيقول رددت زوجتي إلى عصمتي يبقى رجعت. حتى في غيابها في مولانا؟ نعم. هو لو قال الجملة دي حتى وهي مش موجودة؟ لا يعني هو لازم يعرفها. إحنا بنتكلم دلوقتي في الرد الغيابي كمان يعني. ما هو واحدة واحدة عشان بس أصل دي أحكام. يعني هو لو قال رددت زوجتي إلى عصمتي لازم تكون هي عارفة. افرض ما عرفهاش لا يعتد بكلامه، لازم يعرفها. ويفضل أن يكون، مش يفضل، أن يكون في شهود. لازم يشهد اثنين ويقول لهم أنا رجعت زوجتي. أنا رجعت زوجتي، يقول الاثنين أنا رجعت زوجتي، عشان يبقى الطلاق صحيح والرجعة صحيحة. طيب في ناس كتير بتغلط غلط كبير جدا، خطأ شائع بين الناس. أول ما يقولها أنت طالق لم هدومك وعلى بيت أهلك، ده كلام لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا. امال ايه؟ خليها قاعده، ده انا طلقتها يا سيدي، ده طلاق رجعي، شهور العده، هذا طلاق رجعي، انت بذلت فيها شهور العده، يعني تحزم متى؟ ما تنفعش هي تتجوز. تنفع تتجوز؟ لا، ما هي في العده، لسه في العده. طب ما اعمل ايه؟ قال الله تعالى، شوفوا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. يعني اوعى تمشيها ولا هي تمشي. طب اقعد اعمل ايه؟ ده طلقني، ما انت لسه تستطيع انه يردك. طيب هقعد اعمل ايه؟ ما اروح عند اهلي؟ لا خليكي. بعد شويه الامور هتهدى، يعني بعد شويه هيبدا الحوار. شوفي انت اللي عصبتيني وانت السبب، تقول له ما انت اللي مش عارف ضربتني او انت اللي زعقت لي. يا ستي خلاص الحمد لله انا ما عدتش هعمل كده تاني، مش عارف ايه. لا ما انت مزعلني يا ستي، خلاص حقك عليا، خلاص انتهى كل حاجه. او هي تعتذر لي وتقول له معلش انا اللي نرفزتك وخلاص عفى الله عما سلف، خلاص رجعوا لبعض. لكن لو سابت بيتها وراحت بيت اهلها هيرجعها ازاي؟ هيردها ازاي؟ او يشتهيها مثلا، فاذا اشتهاها برضه في نفس الشيء وحصل بينهم لقاء يبقى رجعت من غير حاجه. دلوقتي يا مولانا هم بيتكلموا الستات واخدها شويه مساله كرامه، انا ازاي هو يقول لي انت طالق اصلا؟ فلا ما عدلوش في البيت، ده اللي داير في البيوت المصريه دلوقتي. من اسباب الطلاق موضوع الكرامه بين الزوجين. كويس حضرتك بتطلعي حاجات جديده. الكرامه بين الزوجين، يا ناس ما فيش حاجه اسمه كرامه بين الزوجين. ده ربنا قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ما فيش حاجة اسمها كرامة بين الزوج وبين الزوجة. ما تجيش الواحدة بقى كرامتها تنقح عليها وتقول مثلا يعني أنا ما ينفعش إنه يقول لي كده وهو مش عارف أنا مين. ما فيش حاجة اسمها أنت مين ولا بنت مين. أنت زوجته، أنت زوجته، أنت حتة منه، خلق لكم من أنفسكم، يعني أنت حتة منه، من أو وفي قراءة من أنفسكم، يعني أنت أحسن حتة فيه كمان، فما ينفعش يبقى فيه كرامة. هو لو بمنطق الكرامة هتيجي الواحدة تقول له لو أنت راجل طلقني، هيقول لها طب أنا راجل وأنت طالق، يبقى ليه كده؟ طب يا مولانا هي لو اتقال لها أنت طالق وفضلت قعدت في البيت، بعض الرجالة بيحسبوها اللي ده ضعف منها، ما مثلا أهلها مش هيستحملوها إلخ يعني، فهم بيتمادوا في الأمر. ما هي ده أكتر اللي بيحصل في البيوت المصرية، يعني يا ريته بيفهم الأمر إن هي مش قاعدة فكرة كرامة، خلاص ما فيش كرامة بين الأزواج وأنا قاعدة النفوس تهدى عشان أحافظ على البيت والأولاد اللي موجودة. لا هم بياخدوها اللي انت هتتذلي، ده بعض تفكير الرجال عندنا في مصر. ما هو دي للاسف الشديد، ما هي دي عدم الثقافه الزوجيه اللي انا بدات بيها بالاول. طب احنا معانا مداخله، ام محمد معانا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ اتفضلي. طيب انا دلوقتي زوجه بقى لي حوالي 26 سنه
معايا 3 أولاد، بنتين وولد. تمام. دلوقتي مشكلتي ان يعني انا مستحملة مثلا كل حاجة ماشي من عند ربنا، كل شيء نصيب، ولكن دلوقتي اخلاق الزوج لما تبقى بتأثر يعني تأثير سلبي جدا على اولادي. طب هي الام يا ام محمد دورها التربية، يعني ممكن الاولاد يبقوا الى حد ما بياخدوا تربيتهم من حضرتك مش من الزوج. ما هو دلوقتي لما حضرتك مثلا تتكلمي مثلا في نصيحة أو تقدمي مثلا حاجة كويسة إنهم يعني يتعاملوا بيها، يعني مثلا مثال الصلاة، تمام، إن أنا مثلا لما أجي أقول لهم صلوا أو كده كانت بتتاخد بتريقة أو بسخرية، ده يوم القيامة هيقوم علينا، هو أنت ما وراكيش حاجة غير الموت، هو الزوج أنت هو اللي بيسخر يا أم محمد؟ بالظبط. فمعلش سامحيني انا لو كنت بس بترعش في لا لا يا كلامي، لان حبيبتي، انا اول مره اشتكي لا يا حبيبتي مفيش على مشكلة، برنامج، اتفضلي. فيعز عليا طبعا ان باباهم يبقى كده، بس أكيد انا طبعا. خايفه على ولادي، وبعدين دلوقتي هما بقت اعمارهم ما شاء الله، 2 منهم عدوا 20 سنه، ربنا يبارك لك فيه. فالبنت 25 وما شاء الله كويسه وكل حاجه وملتزمه في الصلاه لان دي هي الكبيره، اما الولد 21 سنه، بس يعني كان الأول ملتزم في الصلاة، زوجك كان دلوقتي ملتزم في الصلاة ولا الأولاد الأول كانوا ملتزمين في الصلاة؟ لا. ما هو لا، أنا بتكلم على ابني، اه ابني هو اللي كان يعني إيه، وهو طفل كان ملتزم في الصلاة، تمام. بدأ شوية شوية من التريقة دي، بدأ يعني يستهتر لحد ما وصل دلوقتي إن أنا يعني شبه بتحايل عليه عشان يصلي قدامي، بيصلي انما من ورايا، او الفرد اللي انا ما بفكرهوش بيه او لا، بيكون طب بره فيه. سؤالك ايه السؤال دلوقتي يا ام السؤال محمد؟ سؤالك ايه دلوقتي بالظبط؟ اتعامل معاه ازاي؟ ازاي انا كل تتعامل مع ما زوجك؟ اجي يعني ازعل منه واتجنبه وكده اه يقول لي ربنا هيحاسبك، وانت دون انت فاكره نفسك ان انت كده هتدخلي الجنه، انت مش هتدخلي الجنه غير برضايا، بس انا خايفه على ولادي، انا مش خايفه عليه لان هو ما هو كبير بيصليش يتحمل يا ام مسؤوليه. محمد؟ لا هو يا ما ولد، بيصليش؟ لا هو احيانا دلوقتي بقاله كام يوم بس بدأ يصلي، طب بس يبقى بيرجع جنة ايه اللي تاني. برضاه دي؟ جنة ايه اللي برضاه وهو ما بيصليش؟ مش شكرا نعم، شكرا ماشي يا ام ان شاء محمد. الله. معانا مكالمة تانية، مين معانا؟ ام محمد برضو اهلا بيكي. اهلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. ممكن انا عايزة رقم ايش؟ طب سيبي رقمك في الكنترول وان شاء الله مولانا هيتواصل مع حضرتك، او تاخده من الكنترول على او طول يعني. تاخديه الرقم من الكنترول على طول. ماشي يا محمد، نجاوب على ام محمد يا مولانا ولا نخلي الاسئله للاخر؟ اللي حضرتك طب تشوفه. لا خلاص ماشي، خلاص نكمل. نجاوب عليها عشان لو جه بعد كده نبقى نخلي الاسئله تمام، بعد. احنا اصلا معانا اسئله من الناس جايه لنا على الصفحه، اه دي برضو كنا سايبينها للاخر، بس طب خلينا هنخليها للاخر ونجاوب على محمد دي. انا هقول لك كلمتين يا محمد، اتفضل. يعني انا عايز الموعظه تبقى موعظه حسنه، يعني حكايه هي قالت ما بين السطور يعني ان هي بتمنع نفسها عنه عشان كده، يعني ده خطأ. المفروض الرفق واللين بين الزوجين، لو هو عاند وحضرتك عاندتي ده منزلق خطير هيؤدي الى الطلاق. طب امال نعمل ايه؟ لا هو قاسي، خليك انت لينه. ابن عمر اراد ان يطلق زوجته فقال لها انا هطلقك، فردت الزوجه، شوفي بقى الزوجه قالت له ايه، هل رايت مني ما يكرهك؟ انت شفت مني حاجه تكرهك؟ قال لا والله. لما تطلق العفيف المسلم؟ ده انا عفيفه ومسلمه، هتطلقني ليه؟ شوفي شوفي اللين والرفق. فقال لن اطلق، ارتجعها وقال لن اطلقك ابدا. بالاخلاق دي، شوفي بالاخلاق دايما، الاخلاق الحميده بين الزوجين بتؤدي الى خير. فانا هي المشكله دلوقتي عندها يا مولانا، انا عارف ان هي مظلومه وعارف ان هو، لكن انت هتاخدي اجر لو هو صلى بسببك وانتظم في الصلاه، وهتاخدي اجر لو هو لو انت غيرتيه انه يبقى افضل. خديه وخرجي، يا ريت نبقى في عندنا ثقافه كده، خديه وخرجي لوحدك كده واحكي معاه وقولي نفسنا نربي العيال تربيه كويسه، وبعدين نفسي ابقى زوجتك في الجنه والكلام الحلو. بلاش بعض الستات تقول له انت ما بص والله ما هتورد على جنه، يا شيخه حرام عليكي، وانت اللي انت اله. لا دي مش اسلوب، يعني الحوار نفسه، ولذلك لسه انا قلت من شويه ان الحوار سبب من اسباب الطلاق، يعني خلي لسانك افضل وخليكي برفق ولين. واضح من صوتها الله يكرمها ان هي يعني رفيقه، وان شاء الله يعني هي فيها خير وخير عظيم ان شاء الله. إن شاء الله. بس في نفس الوقت احنا انا بقول
خليه مع زوجك واديه لزوجك كله، وبعدين طبطبي عليه، مش تمنعي نفسك منه، طبطبي عليه وحاولي تقربيه، وحاولي تكوني اذا احبك حب حقيقي هيسمع كلامي هيمشي وراكي كده. طب وجزئيه تاثيره على الاولاد يا مولانا؟ ما هو ما انا جبت الاساس ان هو لو تغير هيبقى موضوعه كده، يعني هي الاساس في معاملتها هي معي. تعامله هو معامله طيبه، وهو اذا تغير الاولاد هيتغيروا بالتالي. وبرده ما تهملش الابناء، تاخدهم تقول يا اولاد الواحد يقلد الخير وما يقلدش الشر، يا اولاد انا نفسي تبقوا حاجه كويسه في المجتمع، انا نفسي تبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفكر انك لو عصيتني وعصيت ابوك، وما تزمش في ابوه، اوعى تفكر انك لو عصيتنا انك هنصلح حالك، ابدا. لازم تطيعنا يعني، بس طيع مننا الخير واترك مننا الشر. الولد يفهم يعني ياخد الخير منها، وان شاف شر من ابوه ما يعملوش. يبقى في موعظه، الموعظة وتوالي الموعظة ده حاجة مهمة جدا تصلح من شأن الأبناء. لكن لو تركت الأبناء أو تركت الزوج كده، الموضوع هيتفاقم حتى يؤدي إلى أمور لا يعني أمور مش عايزين نقول يعني أمور غير مستحبة يعني. مدام سحر لسه معانا على التليفون؟ تمام. ألو ألو. أيوه مدام، اتفضلي حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نتكلم فضلت الشيخ؟ اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كان في واحدة، أنا كنت يعني بيني وبينها خلاف، أنا كنت مكلمها وكده، بس أنا بيني وبين نفسي يعني أنا مش متحلية، هل حرام عليا؟ لا وضحي السؤال تاني معلش يا مدام سحر. بقول لحضرتك يعني أنا كان في واحدة أنا وهي بيني وبينها مشاكل، فأنا صالحتها وكلمتها، بس أنا من جوايا مش راضية يعني. هي قريبتك؟ آه. ايوه كده، ما تقولي قريبتي على طول، يعني لازم انا اللي اقول لك يعني من ارحامك، اختك، عمتك، خالتك، بنتك، والدتك. اوعى تكون والدتك ينوبك ثواب. لا لا مش والدتي. طيب هي من ارحامك ولا واحده يعني جاره او كده؟ لا هي قريبتي بس جاره من بعيد يعني، انا كلمتها كل حاجه وكده، بس انا من جوايا قالي مش مرتاح لها يعني، او ما تقدرش جوي يعني. خلاص ابقي على السلام وخلاص، بدل مش مرتاح لها ما فيش مشكله، بس ما تعمليش عداوه، ابقي على السلام. السلام عليكم، ازيك، عامله ايه، كويسه، ربنا يوفقك ويسعدك وخلاص. ابقي على السلام. شكرا مدام سحر. نرجع يا مولانا لانواع الطلاق، اتكلمنا على الطلاق الرجعي وقلنا نقطه مهمه جدا، يا ريت الناس كلها تسمعني. ما حدش لو واحد طلق زوجته ما يمشيهاش من البيت، ما يمشي، لان ربنا اللي نهاك انك تمشيها. هو ممكن يا مولانا برضو كلمه بسيطه يقولها لها، خليكي قاعده مع اولادك في البيت يعني، حتى عشان هي ما تحسش انا طلقني هقعد له في البيت اعمل له ايه، هو منه لنفسه. طب خلاص انا طلقتك بس افضلي قاعده مع اولادك في البيت. ما هو دي لازم نوضح حاجه. هل هي هتعمل له اكل ولا مش هتعمل له اكل لو قعدت؟ هتختلف يا مولانا؟ لو ما عملتش تبقى غلطانه طبعا. يا جماعة احنا مش عايزين نكبر الفجوة، لو حصل طلاق ما نكبرش الفجوة، ده احنا عايزين نجمع مش نفرق. لسه حضرتك قايلة أكبر نسبة طلاق موجودة، نقوم نكبر احنا موضوع الطلاق؟ لا، هي تقعد في البيت وتتعامل معاملة حسنة، وكمان ايه، تتزين له. ده مطلقها. ايوه يا سيدي، ما هي لسه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن ربنا يجيب الخير وبعدين يشوفها كده تعجبه، يحاول يقرب منها، ولو حصل بينهم اي حاجه تبقى رجعت، او يراجع نفسه ورددت زوجته الى عصمته ويعيشوا عشان خاطر الابناء. لكن هي هتاخد جنب وهو هياخد جنب، البعد جفا، البعد جفا. فخلاص طالما هو خد جنب وهي خد جنب، هو ده منزلق خطير، هتقعد لغايه لما العده تنتهي، وبعد كده تبقى بانت منه، ما ينفعش الا بعقده مهر جديد، وبعد كده يجي يتقدم ليها تقول له لا انا مش موافقه، ده انا قعدت معاك ما يقارب من 3 شهور وحتى ما فكرتش تصالحني بكلمه. معانا تليفون بس بعدين فضيلتك. مدام امل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. حضرتك انا عايز رقم الشيخ. خلاص خدي الرقم من كنترول يا مدام امل. ما تقفليش لما تاخديه بقى. تمام. نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها. فموضوع الطلاق الرجعي ده مهم جدا عشان البيت ما يتخربش. قلنا ما تخرجش من البيت، لا هو يخرجها ولا هي تخرج.
يا ريت الناس كلها تعرف الحكايه دي. شوف انا عمال باكد عليها وباكد عليها لانها سبب في العوده، سبب في ان البيت يتبني تاني، سبب ان كل واحد يعرف غلطه بعد كده والامور تستقر. لكن لو مشيت تاكدي ان ابوه هيقول والله ما هي خارجه من البيت، وهو يقول طب والله ما انا رايح واخدها وبيحلف عليا كده، لا لا مش عايزين توصل الموضوع دخل في العين. بالضبط كده، فيقوم الموضوع يكبر. ولكن ربنا قال لا تخرجوا، شوف القران وجمال القران، لا تخرجهن من بيوتهن. ده من بيوتهن هو بيتها، ايوه بيتها من بيوت، ايوه بيتها، بيتها يا سيدي، بتخرجها من بيتها ليه؟ طب ما انا طلقتها. ايوه البيت ده مشترك بينكم، البيت انتوا حياه مع بعض، ولا يخرجنا وهي كمان ما تخرجش. ما ينفعش، لازم خليكم مع بعض. وبعدين طب انا هخدمه، ايوه تخدميه، هغسل هدومه. يا شيخه يا شيخه، ده لو واحد غريب المفروض انك هتساعديه، فما بالك زوجك ابو اولادك؟ ده شتمني يا ستي، عفى الله عما سلف. ما انت من شويه كنت بتقول لو راجل طلقني، هو مش راجل يعني، هو مش راجل يعني، حاجه عجيبه جدا. وبعدين ما بيحصل كده وبيحصل كده. والله في لقاء في مره واحد اتصل بيا وقال لي يا عم الشيخ انا مراتي بتضربني. والله العظيم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا طبعا ما قدرتش أمسك نفسي ونسيت نفسي بصراحة، وقلت أنت متأكد؟ بقول له وأنا راجل، فقلت أنت متأكد يعني. طب إحنا معنا أستاذ صابر، هناخد مكالمة بعد إذن مولانا. اتفضل. ألو ألو ألو، مولانا مع حضرتك، اتفضل. عايز رقم الشيخ. اتفضل، خدهم الكنترول على راسي. الناس كلها طالبة رقم حضرتك يا مولانا. ده شرف ليا والله، يعني والله أنا مستعد. وأنا يعني عشان البرنامج ده برضو، لو الامر وصل ان انا مستعد اروح لهم عند البيت واصالحهم، انا موافق. ربنا يبارك فيك. والله ما هو كلام، يمكن يعني عملنا حاجات زي كده كتير. وانا ببقى في قمه السعاده، لان انت عارفه الشيطان بيفرح لما بيحصل طلاق. الشيطان بيفرح لما بيحصل الطلاق، واحنا مش عايزين نفرحه. اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد معلش تاني مره، معلش. لا اتفضلي يا ام محمد. ام محمد اللي كانت معانا. تحت امرك. تحت امرك. ازاي اعالج، بس اسال فضيله الشيخ، ازاي اعالج عيب زوجي في انه يعني كثير يعني سوري بيسب كتير، بيشتم كتير، عصبي كتير. فده ازاي انا اعالجه؟ يعني انا بستحمله بالسكات، وفي بعض الاحيان بقى يعني بزعق معاه اقول له يعني بلاش كده، بس ايه اعالج ده ازاي؟ انت قلتي ان هو مش منتظم في الصلاه، مش كده؟ يعني طيب. يعني ممكن امبارح بس الحمد لله انه رجع بيقول لي اصلي الفروض بتاعت اليوم كلها، قلت له ينفع. سهلي معاه على الاخر، بس هو يصلي. لو صلى ظهر وعصر مع بعض ومغرب وعشاء مبدئيا. ما تقطعيش منه، ما تقطعيش الرجاء قدامه. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نغلظ على حد كده ونشدد عليه. خلي الرفق واللين هو اللي بيجيب نتيجه. الامام الغزالي الله يرحمه بيقولوا له ما حكم تارك الصلاه؟ كان منتظر يقول له مثلا يستتاب والا يقتل والكلام اللي بيقال ده. شوف العالم رد وقال، عشان عالم رد قال حكمه ان تاخذ بيده الى المسجد. حكم انك تاخد بايده المسجد، وانت خده بايده الى الله سبحانه وتعالى. طب انت طبطبي عليه، معلش انا عارف انه ممكن يكون بيسيء، ان اساء ليكي اجر. الله، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انت مش عايزه الثواب؟ مش عايزه الجنه؟ طبعا. طيب ما انت هتنولي الجنه ان شاء الله بصبرك. وبعدين مش ربنا هو اللي متشبع بتصرفاته بسلوكه، فانا مش عايزه يستمر في كده. ما هو حضرتك بقى ايه، انت مجاهده كده في سبيل الله، انك انت بتحاولي مع الزوج وبتحاولي مع الاولاد. وبعدين انت المفروض تفرحي ان ربنا سخرك انك انت تكوني سبب في هدايتهم. وتاكدي الضال النهارده بكره ربنا يهديه. اوعي تفكري هيدنوا كده على طول. بعد اذن مولانا توصلي، خدي رقم مولانا من الكنترول وتواصلي معاه بعد الحلقه، عشان الله المستعان ان شاء الله. كبير. ربنا يبارك في حضرتك يا مولانا. الله يخليك. ونرجع تاني للطلاق، احنا اتكلمنا في الطلاق الرجعي، عايزين نتكلم في الطلاق المعلق والطلاق البين. الطلاق البائن نوعين، في بائن بينونه صغرى وفي بائن بينونه كبرى. يعني ايه برضه عشان يعني امهاتنا تفهم كده اللي قاعدين في البيت؟ البائن بينونه صغرى دي يعني ينفع ترجعه بس بعقد ومهر جديد. لكن البائن بينونه كبرى ما ينفعش ترجعه الا اذا تزوجت رجل اخر وعاش مش بنيه التحليل، وعاشوا
ما ربنا ما اكرمهمش مع بعض ممكن ترجع للزوج الاول. طب امتى يبقى الطلاق باين بينونه صغرى وامتى يكون باين بينونه كبرى؟ الله يفتح عليك. الباين بينونه صغرى ده يعني طلقه اولى او ثانيه بس انقضت مده العده. بعد اذنك انا عارف ان في اتصال المداخلات النهارده. لا اتفضلي اتفضلي. ام مصطفى معانا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت كنت عايز اكلم الشيخ. اتفضلي. تحت امرك اتفضلي. الله يخليك. لو سمعت يا شيخ لو انا مديه جوزي مبلغ وكده ويعني وحبيت ناخده منه عادي ولا لازم انا مديته مبلغ اسيبه له وما اخدوش؟ لا السؤال يتوضح بس يا ام مصطفى. لا ما هو واضح يعني. مبلغ هي ادته مبلغ يعني انا ساعدته بمبلغ مثلا ساعدته يعمل حاجه بمبلغ وكده يعني ساعدته كذا حاجه. يا ام مصطفى فأنا دلوقتي لو انا خدته من المبلغ منه يعني بعد ما يجي له فلوس بعد ما يجي له يعني ناخده منه ولا نسيبه؟ يا ام مصطفى جزاك الله خير انك انت ساعدتيه. المراه لها ذمه ماليه خاصه بها. انت اديت له فلوس لازم تاخدي الفلوس دي مش اخدهم ولا ما ينفع. لا تاخديهم دي فلوسك انت حره اشتري بيهم اللي انت عايزاه. ما حدش يعرف بكره الا الله سبحانه وتعالى. دي انت ليكي ذمه ماليه. مال اخذتيه ميراث او اخذتيه من اهلك او الى اخره هذا المال حقك انت. كونك انك سلفتيني وانا فكيت مشكلتي واجب عليا ده فرض عليا. ده اللي انت ما تعرفوش اكتر ان مؤخر الصداقه بتاعك لازم تاخديه وانت عايشه كده معاه وانت في حياتك. فاذا كان فما بالك اذا كان مال بقى انت اديتهوله على سبيل القرض او السلف لازم تاخديه. النقطه دي يا مولانا بيحسبوها اللي احنا الاثنين ازواج فمالك هو مالي زي ما مرتبك هو مرتبي كده بعض المشاكل الموجوده. لو مالي ايوه لو مالي هو مالك طب خلاص خلينا اتصرف في المالين وانت تصرف في المالين. لكن في حكايه المعاملات ابص الاقي انا اللي مكون على جنبه كده وما احنا مالنا واحد وانا اللي عمال اكون ما ينفعش. لا يبقى خلي المال مفتوح يبقى معروف ان المكان ده لو عندنا خزنه في البيت احنا اتنين عارفين رقمها. يبقى المال مفتوح بيننا وبين بعض. لو شايلين فلوس في مكان في البيت احنا عارفين واحد اتنين ناخد طالما بالضرورات وكده. لكن ما ينفعش الحاجات دي بترتب عليها مشاكل. انت خدت من الفلوس الفلانيه خدت ازاي ده انا واخدهم من ده انا كنت هوردهم بكره ده انا دخلنا في المشاكل. لا 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 خلي كل واحد له ماله والمراه ليها ذمه ماليه. انا محتاج اديني جزاك الله خير ده انت لو عندك زكاه انا وانا فقير انا اولى من غريب تديهولي. اذا انت صاحبه المال وليكي ذمه ماليه خاصه بيكي تاخدي فلوسك مره اخرى. تمام. استاذ رمضان لسه معانا على الخط. ايوه ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رمضان. الشيخ حسن الجنايني مع حضرتك. اصفر بذات الدين تربت يداك. الله يفتح عليك. الناس لا تقرر في اولادها من اسباب والفقر من اسباب الطلاق غلاء المهور والطلبات التي لا تطاق. الله عليك. الذكاء الاجتماعي يعني الاخلاق الحميده كما اوصانا الدين حنيف. عمل مجلس حكمه في القرى والنجوع يتكون من امام المنطقه والمأذون والعقلاء من اهل السفر لاصلاح بين المتخاصمين. الله يفتح عليك. في حاله عدم الاصلاح يتم التحويل للشرطه والنيابه لمحاسبه المكتب قانونيا. واتمنى ان يكون حساب رادع رحمه لاطفالنا. رمضان طاهر. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ رمضان جزاك الله كل خير. هو فتح موضوع مهم موضوع التغالي في المهور وده موضوع لوحده ده يعني الظروف الاقتصاديه بتاعت الناس. والله الموضوع ده خطير جدا جدا. يعني انا بستغرب اللي يروح يحجز مثلا قاعه ب 20,000 وب 30,000 وهو سالفهم. يا اخي حرام عليك والله والله حرام. انا بقول لك انا حرام عليك يا مولانا. تختار تستدين عشان يقول لك عشان افرح الناس. يا اخي افرح انت. ده انت اللي محتاج الفرح يا مولانا. بيبقوا جايبين الجهاز بتاعهم بالدين وبالاقساط والغريمات بعد كده كمان. يقول لك ده لازم القاعه ومثلا اول يقول لك ده لازم احنا جايين ناس من البلد وجايين ناس من موزمبيق. يا راجل يا راجل يا اخي اشرهولنا مهرنا اكثرهولنا بركه. بلاش خلينا نخفف على الناس. الشباب مش لاقيين والله العظيم حقيقة. يعني الشاب مش لاقي هيجيب منين المسكين؟ لو راتبه 2000 3 هيكون 100,000 جنيه ان شاء الله يتجوز بيهم بعد قد ايه وشقه وحاجات وكده. جواز هيدخله في نص مليون جنيه. منين المسكين؟ ما نساعد بعض وخلينا نخفف على بعض. هو انا لازم اجيب طقم صيني كامل؟ ما كفايه اربع اطباق خمس اطباق وخلاص ومع وكم معلقه وكم
طب والله العظيم انا اتجوزت كده بالحته والله انا وده انا كنت وقتها مدرس علوم وكيمياء وفيزياء قبل ما اخد كليه الدعوه وصول دي. هيجي حد يتكلم ودلوقتي الحمد لله وسع الله من فضله. دلوقتي هيجوا يتكلموا حضرتك هيقولوا حضرتك كنت في زمن واحنا في زمن. والله في زمن ايه وانا مش عجوز قوي كده ده انا بفكر اتجوز تاني حرام عليكم. يعني مش لا الموضوع مش كده والله العظيم والله الموضوع ما كده. الموضوع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله العظيم انا اعرف واحد انه كان بيجيب ربع كيلو لحمه في الاسبوع وياكلهم على يومين ودلوقتي والله عنده خير لا يعلمه الا الله خير كتير جدا وربنا وسع عليه من فضله. بس كان في بدايه حياته كان فقير بدايه حياته الزوجيه كان فقير جدا معدم لدرجه انه كان بيروح شغله ماشي او ياخد عجله من حد يروح كده وكان حالته ربنا اعلم بيها ودلوقتي الحمد لله وسع الله عليه جدا بالسعي والتعب وجري وكده اشتغل وربنا وسع عليه. يعني ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما يهمنيش اجوز بنتي لواحد في قصر واعيشها في مرار. لا انا اجوزها في عشه وتعيش سعيده ومبسوطه ومرتاحه. لكن بلاش احنا البذخ اللي زاد عن اللزوم ده لان ده برضو يعني موضوع مش كويس. ام مصطفى لسه معانا على الخط يا شباب؟ لا ده انا اسف انا ما اعرفش انها معانا معلش. معانا ام مصطفى؟ مع حضرتك. اتفضلي يا ام مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فتشيخ حضرتك هسألك سؤال. نعم اتفضلي. ايه راي حضرتك في الراجل البخيل اللي بيهتم بنفسه وما ملوش دعوه لا بمراته ولا عياله؟ ده يتعمل معاه ايه؟ حاضر هقول لك. حضرتك معلش بس وبعد العلم ان انا مثلا رحت بيت اهلي لا يبقى عايزينك لوحدك ما من غير عيالك. اهلك كمان بيقولوا عايزينك لوحدك من غير عيالك؟ من غير عيالك تيجي لوحدك. انت مسكينه من هنا من ناحيتين. طب ناخد مدام رشا وبعد كده نرد على ام مصطفى. مال مدام رشا معايا؟ ايوه اتفضلي. ايوه معاكي. اتفضلي مدام رشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ربنا يبارك لك. ربنا يسعدك ويبارك فيك يا رب. معلش كنت عايزه رقم حضرتك. على راسي. تمام اتفضلي مع الكنترول هتاخدي رقم الشيخ. تمام نرجع لمدام سحر. زوج مش مركز الا في نفسه وطارق الزوجه والابناء وتروح عند اهلها يقولوا لها سيبي ولادك وتعالي لوحدك. ما انا قلت انها مسكينه فعلا يعني لا حنيه من هنا ولا من هنا. وبعدين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. كفايه على الذنب ده بس. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. شوف حديث ثاني. شوف من يعول يعني ابنائه اللي يعولهم وكده وزوجته ومن يقوت اللي هم ابناء وزوجته كده. مصيبة ان الواحد يضيع ابنائه انه يحرمهم. ادور على ملذاتي انا واكل واشرب. فعلا في ناس كده يروح ياكل في افخم مطاعم وسايب عياله يعني يمكن من غير عشاء. وفعلا في ناس كده وده كفى بالمرء اسما. ولان تضع اللقمة في فم زوجتك لك بها صدقة. يا اخي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. طب والازواج ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. طيب ايه عايز تاني؟ عايز حلهم ايه الازواج دول يا مولانا؟ نعم حلهم ايه الازواج دول؟ يعني حضرتك نصحت دلوقتي ام محمد اللي كانت بتتصل بينا وقلت لها بالمعامله. طب ده تعامله ازاي؟ هي بتقول لحضرتك هو بعيد مع نفسه. ما هو حاجه من اتنين. اتفضل. هي تقول له دلوقتي اولادك محتاجين وانا محتاجه والفلوس اللي انت بتصرفها على القهوه دي احنا اولى بيها. وتقول له تكلمه لازم تتناقش معاه ما انصعش. تكلم والده تكلم اخوه كبير تكلم حد لازم يبقى فيه كده. لان ما ينفعش ان انا اسيب اولادي كده وانا رايح عمال يعني عايش حياتي وسايب عيالي ما فيش كده حرام. وبعد الازواج برضه يا مولانا لازم تتكلم وكده. ولو اصر على ذلك لو تطلق. ما ربنا شرع الطلاق ليه؟ ما هو من الاسباب برضو البخل الشديد البخل البين الشديد ده. لو مش معاه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتفضلي. الو الو اتفضلي مدام نهى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي حضرتك انا كنت بقدم في قطعه في الاسكان الاجتماعي. تمام. وجوزي ما كانش معاه فلوس يقدم. اه وانا اللي قلت له انا عاوز اقدم في المكان ده.
ماشي. فقال لي احنا ما معناش فلوس، فقلت له لا انا معايا وهجيب لك فلوس وكده، واتصرفت له في الفلوس واقدم باسمك ولا باسمي؟ وبعد ما القطعه جت باسمك ولا باسمه؟ نعم مدام نهى، باسمك ولا باسمه؟ لا هو لما جه قدم باسمه هو، ما دي مهمه جدا، قدم باسمه هو وبفلوسك انت، كملي. ايوه فانا قلت له دلوقتي هي القطعه انت كنت مقدم وانا مديك الفلوس على سبيل ان انت بتقدم ليا، انا دلوقتي انت مش راضي تديني القطعه ليه؟ قال لي لا ده انا هجهز لك فلوسك وهديها لك وما رضيتش يديني القطعه. ما ينفعش، حرام عليه ولا حرام عليه؟ حرام عليه، حرام عليه. ده هو له، بص شوف هقول لك بس ما صاحب ما هو وهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو كان في نيته ان هو بيقدم ليه هو، وان انا مدياله الفلوس دي سلف، بس احنا ما اتفقناش. شوف شوف يا اختي، هو ما عاد هو خلاص طالما اسكان اجتماعي ما عادش له فرصه يقدم تاني في اسكان اجتماعي، يبقى دي كانت الفرصه الوحيده بتاعته، خلاص انتهى. يبقى انت تدي له الربع وانت تاخدي الثلاث ارباع. يبقى ادي له الربع هو الثلاث ارباع وانت الثلاث ارباع، انت صاحبه المال. طب هو ما رضيش يا شيخ، يبقى كده ايه؟ لا ما هو انت قولي له، قولي له انا سالت وانت ليك الربع وانا ليا الثلاث ارباع، وده شرع ربنا وحرام عليك. مش شرع ربنا، الموضوع ده مش فيه حكم، لكن هو من المعاملات الموجودة المرسلة بين الناس والحاجات دي، أنا بفتي بكده، خصوصا أنا في مدينة، في مدينة العاشر من رمضان فيها الحاجات دي كتير قوي، فبيسألوني كتير فبيحصل مشكلة في كده. ولذلك شوف أنا سألتها باسمك ولا باسمي؟ لو كان باسمك أنت ملوش حاجة، ملوش حاجة خالص، إن أنت اديتي له عن طيب نفس حاجة ماشي، لكن قدم باسمه وما عادش هيعرف يقدم. يبقى ياخد هو الربع وانت الثلاثة. وان لم يستجب يا مولانا؟ لا لازم يبقى الموضوع في ناس يعني اهلها، اهلها ابوها اخو يقعد معاه، يا ابن حلال انتوا عيله وكلكم واحد وكده، بس الحاجه دي انا عشان الموت والحياه. امال ليه ربنا قال فاكتبوه؟ طب بين الزوجين، بين 100 الزوجين ما هو هنقول لا عيب، طب اهو بيحصل طلاق بعد كده، بيحصل ده احنا معلش ده جوزي وتا، طب ما انت بتطلبي هو يعني عايزه حقك ومن حقك تاخدي حقك. طب ما تخلينا نتعامل بالمعاملات، واحد واحد يساوي اتنين. للاسف يا مولانا وقتنا خلص من غير ما نلحق. ما بدأناش لسه، احنا لسه ما بدأناش اصلا يعني. احنا ما سالناش ثلاث اسئله من اللي احنا كنا متفقين عليهم، في سؤالين بس اخوان لازم اسالهم لحضرتك. بعض الاراء بتقول ان الطلاق الشفهي ما يقعش حتى لو اكتر من مره. انا اتجوزت بوثيقه وهطلق بوثيقه. اثبات الوثيقه ده اسمه حاجه من المصالح المرسله. من المصالح ايه؟ المرسله. لكن ايام النبي كان في وثيقه؟ لا. بس في النهاية بشكر فضيلتك الشيخ حسن الجنايني، عالم من علماء الأزهر الشريف، وإن شاء الله هيكون لنا لقاءات عديدة اللي احنا نخلص فيها مواضيع الطلاق والمشاكل الأسرية ما بتخلصش، وإزاي اللي احنا نخلي الناس تحد شوية من نسبة الطلاق يعني، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، مساق غليظ ما ينفعش اللي هو ينتهي في لحظة. في النهاية بشكر حضراتكم، وانتظرون الخميس القادم 9:00 صباحا بإذن الله. شكرا.